الأخبار من اي تي بي العدالة. وفيها سمو أمير البلاد يستهل افتتاح دور الانعقاد الجديد بإلقاء النطق السامي إذانا ببدء أعماله. الغانم يطالب المجلس والحكومة بتحمل مسؤولياتهما والتعاون لإنجاز الملفات الهامة. المبارك يعاهد الشعب على حمل الأمانة بكل إخلاص وتعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة. ومن العناوين إلى التفاصيل. افتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي 15 لمجلس الأمة، واستهل سمو أمير البلاد افتتاح دور الانعقاد الجديد بإلقاء النطق السامي إذانا ببدء أعماله. يسرني أن أنتهز هذه المناسبة لتجديد شكري وتقديري لإخواني وأبناء شعبي الكريم وللمقيمين على أرض الكويت الطيبة على ما أبدوه جميعا من طيب المشاعر وصادق الدعوات ومتابعة مستمرة للعثمان على صحتنا، كما أجدد شكري أيضا على ما عبروا عنه من مشاعر الفرحة والابتهاج والسرور بمناسبة عودتنا إلى أرض الوطن الغالي، ونحن ننعم بفضل الله تعالى بوافر الصحة والعافية مجسدين بذلك روح الأسرة الواحدة. وإزاء هذه الظروف الدقيقة علينا أن نأخذ العبرة لما يجي حولنا، ولا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية وتلاحم مجتمعنا ولبد أسباب الفتن والفرقة وإثارة النعرات العصبية البغيضة ومن أخطرها الحراف وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت معاولة تهدم وتمزق الوحدة الوطنية وتسيء إلى سمعة الناس وكراماتهم وأعراضهم. وقد دعوتكم غير مرة إلى تحرك جاد وعاجل للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وحماية مجتمعنا من آفاتها الفتاكة. أطلب من الجميع مجلسا وحكومة بأن تكون مصلحة الكويت دائما همكم الأول وشغلكم الشاغل الذي لا تعلو عليه مصلحة أو غاية أو اعتبار، ما يستوجب منكم التعاون البناء والجاد في سبيل مصلحة الكويت العليا، والذي لا يعني أبدا التنازل عن اختصاصكم الدستوري بل حسن استخدامها وعدم التعسف والغلو فيها. في كلمته خلال جلسة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي 15، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن على الحكومة ومجلس الأمة أن يتحملا مسؤوليتهما إزاء التعامل مع الملفات المزمنة، داعيا إلى ضرورة الاستجابة لنداء سمو الأمير فيما يتعلق بأهمية تقدير الظروف المحيطة بالكويت والاتعاظ منها. لم يعد مقبولا لدى الكويتيين ولا مستساغا أن نواصل لعبة إلقاء الكرة في ملعب الآخر. اتهام المجلس الحكومة بالتقصير واتهام الحكومة للمجلس بالتعزيم والانشغال بهذه الثنائية لن يقدم للشعب حلا، وعلى الطرفين أن يتحملا مسؤوليتهما، الحكومة تخطيطا وتنفيذا ومتابعة والمجلس تشريعا ورقابة، وما بين هاتين المهمتين صيغة تعاون مثلى كما رسمها الدستور، التعاون بوصفه شراكة سياسية متكافئة، التعاون بوصفه ندية سياسية متساوية، لا غالب فيها ولا مغلوب، ننجح فيغلب الشعب أو نفشل فيغلب الشعب على أمره. إن أمام المجلس في عامه الرابع استحقاقات وقضايا مزمنة طال انتظار حلها، وهذه القضايا تحتاج إلى رجال دولة يتصدون لها ويعيرونها الاهتمام والانتباه الكافيين،
ومن ضمن تلك القضايا والملفات المهمة ملف الحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية وكشف حالات التزوير في الجنسية والمزورين، إضافة إلى ملف المقيمين بصورة غير قانونية أو ما يطلق عليه مشكلة البدون، وهي معضلة ورثناها ولم نكن سببا بها، إلا أن قدرنا أن نتصدى لها بحل حاسم وحازم بعيدا عن كل ما يقال من تكهنات، حل يحافظ على حقوق الشعب الكويتي وهويته وتركيبته، ويراعي الجوانب الإنسانية لهذه الفئة، ويرفض التعميم أو الأحكام المسبقة على حالات مختلفة في ظروفها وأزمنتها واستحقاقاتها. ويسرني أن أطمئنكم يا صاحب السمو بأني ومجموعة من الزملاء قد انتهينا من صياغة الحل المنشود بقالبه التشريعي الواضح والموائم. إن على الحكومة أن تبرهن بشكل عملي للمجلس وللشعب وبشكل متضامن وموحد ومتسق مضيها قدما في تنفيذ برنامج عمل محدد وواضح يستهدف كل مواضع الخلل والعوار أينما كانت في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، وأيضا محاسبة الوزراء المقصرين قبل أن يحاسبهم الشعب ممثلا بنوابه، وبالمقابل تشجيع الوزراء المنتجين وحمايتهم ممن يحاول أن يحبط جهودهم. قال سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في كلمته بمستهل دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي 15 لمجلس الأمة إن الحكومة أكدت أكثر من مرة حرصها الدائم على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية للارتقاء إلى مستوى المسؤولية وتحقيق الهدف المأمول منها. وأضاف المبارك أن الحكومة يحدوها دائما الأمل والتفاؤل والثقة الواجبة لاستمرار مجلس الأمة في ترسيخ أسس العمل المشترك والتفاعل الإيجابي من أجل الارتقاء بالوطن الغالي ليصل إلى المكانة التي يستحقها. ولا شك يا صاحب السمو أن توجيهاتكم الرشيدة ونصائحكم السديدة التي استمعنا إليها بكل جدية واهتمام والتي تضع المعالم واضحة ولا سيما في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت الغالية ستكون بعون الله محل الطاعة والاهتمام والتنفيذ، وستعمل الحكومة جاهدا مع الأخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر على الإسراع في تنفيذها وتحقيق التطلعات والإنجازات المشهودة ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير. الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين، أكدت الحكومة في أكثر من مرة أنها حريصة وتحرص دائما على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة الموقر في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات بالتعاون البناء بين السلطتين وفي إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر. أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ترشيح فيصل فهد الشايع رئيسا للديوان وموافقة المجلس على هذا الترشيح، مباركا له تعيينه لرئاسة ديوان المحاسبة. كما وافق المجلس على تأجيل استجواب كل من وزير المالية المقدم من النائب محمد هايف والاستجواب المقدم من النائب عمر الطبطبائي إلى وزيرة الأشغال ووزيرة الإسكان جنان بوشهري لمدة أسبوعين، وذلك بناء على طلب الوزيرين. تم تأجيل الاستجوابات، طلب التأجيل من قبل الوزيرين المستجوبين إلى الجلسة القادمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث موافقة المجلس على قرارات التأجيل، وبعد ذلك وفقا لقانون ديوان المحاسبة عقدت الجلسة سرية، وتم ترشيح اسم السيد فيصل فهد الشايع كرئيس لديوان المحاسبة، وبعد المناقشة والتداول تم التصويت على هذا الأمر وحصل على أغلبية كبيرة بالنسبة للحاضرين،
والآن تستكمل الإجراءات بأني أتقدم بعد ترشيح الرئيس وموافقة المجلس نخاطب مجلس الوزراء تمهيدا لصدور مرسوم تعيينه. وفي تصريح لمراسل اي تي بي العدالة عيد الفضلي، أكد النائبان خليل أبول وأحمد نبيل الفضل أن على النواب مسؤولية كبيرة في دور الانعقاد الرابع، وعليهم تحملها وإنجاز ملفات القوانين العالقة، متمنين أن يكون أداء النواب برلمانيا وليس انتخابيا. الكل يرى ما يدور حوالينا، واليوم على حدودنا أكو وضع، نتمنى الأمن والأمان والاستقرار لأشقائنا في الجمهورية العراقية. الآن وضع شأن داخلي، بس احنا نتمنى لهم الخير باستمرار، لكن أيضا يجب أن نكون منتبهين على ما قد أو كيف تتطور الأمور. هذا جانب. الجانب الثاني تحقيق الاستقرار السياسي أصبح ضرورة. الأمر الثالث نتحمل نحن والحكومة نتحمل المسؤولية في أن نعالج المشكلات ونسعى في تحقيق تطلعات الشعب الكويتي. أمر مهم، والتاريخ لن يرحمنا في المسألة، لذلك كانت الرسالة واضحة من صاحب السمو، وأعتقد إحنا مسؤولين أمام رب العالمين في بلدنا، وإن شاء الله يكون الأداء في هذا الدور الأخير للفصل التشريعي يكون أداء برلماني وليس انتخابي إن شاء الله. أما كلمة سمو الأمير فجاءت هذه المرة بعبارات قليلة أقل من المعتاد، إنما محددة وواضحة، وتحدث فيها عن خطر الحسابات الوهمية، تحدث فيها عن طلبة من النواب وطلب سمو الأمير عند كثير من النواب وأنا منهم، طلبة بالنسبة لنا أمر أننا نتصدى تشريعيا لموضوع الحسابات بعدما تقاعست الحكومة للأسف عن استخدام أدواتها الفنية في حجب هذه الحسابات. الآن سمو الأمير كذلك حذر من الفتن، سمو الأمير حذر من أن ما عاد يسكت على هذا الوضع الخليجي. يعني حتى الكويت وإن كانت حتى بلد حياد، ترى حتى احنا نفسيا تأثرنا بهذا الخلاف، ونتمنى أنه يعني ينتهي اليوم قبل باكر، ونعلم أن سمو الأمير قاعد يبذل وهو في مرضه كل جهد على أنه يرأب هذا الصدع. والمفروض ان احنا كلمات سمو الامير مو تخلص بتصفيق، تخلص باتباع ما يطلبه منه، ما يطلبه من النواب، واللي قاعد يطلبه منه ما قاعد يطلب شيء له، قاعد يطلب شيء للكويت كله. فالله يطول بعمره، ويعني قرت عيون اهل الكويت كلهم بشوفته، واحنا ان شاء الله مستمرين نطيع أوامر سمو الأمير ونطبق ما يريد. هل ترى أن المجلس مستمر وسينجز قوانين؟ إن شاء الله بإذن الله. خلاص هذا الآن المجلس مثل اللي حاشته حصبة وخذ له جرعة مضاد، وبالتالي صار عنده يعني خبرة في التعامل مع الأزمات والتعامل مع استجوابات. أنا عندي 6 إلى 10 قوانين من أهم القوانين راح تفرق في قطاعات كثيرة، وبالتالي اتمنى ان المجلس يركز عليها وينهيها. يعني وان كنت انا امل ان على الاقل احنا نضاعف اللي سويناه في دور الانعقاد اللي فات، لان عندنا الان قوانين انضجت وخلصت بس ناقصه التصويت، ولا هي فيها جدل ما بين النواب، فممكن تمر مرور سريع. اتمنى من النواب يركزون عليها ويتركون اخر دور الانعقاد للاستجوابات.